طلعت من البيت من تمارا، طلبت ام درايفر. هناخد بقى ام درايفر اللي عاجبني، ان جاي لي اوتوموبيله بي ام دبليو، حاجه حلوه قوي. في اي مكان تطلب ام درايفر او كريم او اوبر ويطلع لك بي ام. يلا بينا على محطه الرباط اجدال، مع ان المحطه هنا قريبه تمارا بس مفيش للمطار على طول غير اوقات محدده. الاجدال بقى كل نص ساعه في ترين قطر، فيلا بينا على المطار يا جماعه. يا جماعه كده خلاص خلصت الحجز، تيكت حجزت اونلاين يعني، بس خلصت الوزن وكده. طبعا ماشي خفيف، اول مره اركب طيران داخلي في حياتي. يلا بينا على الدخله، نروح بقى على الطياره. طبعا مطار كازابلانكا كنت صورته قبل كده وانا رايح رحله القاهره، هنشوف بقى مطار الدخله لما نوصل. راكب في الاتوبيس زي كل مره اللي هو في الممشى ده، الممر اللي بيودي الطياره، من زمان ما ركبتوش تقريبا. راح الطياره اللي هناك يا جماعه كده دخلنا الطياره، اول مره في حياتي اجرب الطيران الداخلي. احساس جميل، هو نفس احساس السفر بس الفرق ان انا ما بسافرش بباسبور، يعني بالكارت الناسيونال بس، او بالاقامه. شكرا شركه تانك لرعايتها للرحله دي، والرحله دي اهداء ليك، وبمناسبه وصلنا في اليوتيوب لل 100,000 مشترك. خلاص طلبت الدرع، الدرع جاي في الطريق ان شاء الله، يبقى نفرح بيه كلنا. وشركه تانك بقى، اللي بعرف شركه تانك يا جماعه هي الشركه رقم واحد في مصر بتاعت الفلاتر، فلاتر الميه، وموجوده هنا في المغرب. عملت عليها حلقه، ابقوا شوفوها بالتفصيل. انا الفلتر الميه اللي هو اكنك بتشرب ميه معدنيه في البيت بالظبط، يعني زي الميه المعدنيه بس بتشربها في البيت بدون تكلفه. بقى الميه المعدنيه انتوا عارفين الفرق بقى الكبير. عندهم انواع فلاتر كتير للمناطق اللي هي اكتر ملوحه زي كازا، الجديده، ازمور، وانت نازل بقى. ودلوقتي احنا رايحين على الدخله هنشوف برضو طعم الميه. انا نفسي عندي في البيت في الرباط وفي مصر دايما كل مصر بيجيبوا الفلتر ده. ادخل الموقع وخد لك جوله ويلا بينا على الدخله. طبعا كوثر مراتي لما عرفت ان انا رايح الدخله هوبا جت معايا، يعني قطعت كتير. داخلة هنا في كازابلانكا مطار الدار البيضاء محمد الخامس، المسافة حوالي 2000 كيلو او 1600.
كنت صورت العيون قبل كده، رحنا الصحراء المغربية، مش أول مرة أروح الصحراء المغربية، دي تاني مرة. كنا رحنا العيون من سنتين، كان سبحان الله برضو تقريبا نفس التوقيت، كان قبل رمضان، كان بس أيامها بقى كان وقت الكورونا. كنت ناوي وقت رحلة العيون إن أنا أكمل الدخلة، لكن ما قدرتش، لقيت مسافة بعيدة وكنت بالطوموبيل سايق بقى مسافات طويلة، وأنا ما بحبش الطوموبيلات أساسا. أسوق موتور يعني الموتور حبيته، لكن الطوموبيل انا ما بحبش الطوموبيل العربيه يعني. فقلت لا، الدخله اروحها لكن بالطياره، جامي مش بتقال جامي، جامي الدخله اروحها بالطياره. بس اختصارا كده الرحله دي هتبقى هنروح الدخله ان شاء الله، بس مش هرجع في الطياره عشان الموضوع ممل، ان انا اروح في الطياره وارجع في الطياره. هرجع في CTM، الموضوع مش اقتصاد، لا بالعكس نفس التكلفه او يمكن اكتر. هرجع في الستام ومش هرجع للرباط على طول، هرجع من الدخل على اجادير، نقعد لنا يومين في اجادير نصور الاماكن اللي احنا ما صورناش قبل كده ونشوف المشاريع عامله ايه، لان انا لما روحت اجادير كانت كلها اشغالات، ومن ثم بقى نرجع للرباط. In the event of having to leave the aircraft in an emergency, leave all baggage behind.
الحمد لله عصران الدخل، وصلنا الدخل. بداية مبشرة، الجو جميل جدا كما توقعت. الجو الصحراوي يا جماعة، انا عارف الجو. شنطتي اهي، يلا بينا. اهلا بيكم في الدخلة، وصلنا الدخلة يا جماعة. الجو جميل، من اشهر المدن السياحية في جنوب المغرب في الصحراء المغربية. يلا بينا بقى هنبدأ كده. زمان هو ان انا قبل اي حاجة هاكل سمك. على فكرة الهدف الرئيسي من الرحلة دي ان انا اكل سمك. شوف التفاهة الواحد، هي مش تفاهة بصراحة، هي تستاهل. ان احلى حوت كلته في حياتي كان في العيون، رحلة العيون اللي كانت من سنتين، مش ناسيها، اللي كلتها في ام الواد. فكل اللي يقول له، يعني اي حد اقول له انا اكلت سمك حلو من العيون، يقول لي لا ما جربتش الدخلة. ادي النهاردة في الدخلة اول حاجة ناكل سمك، بعد كده بقى نطلع نطلع حاجتنا، بعد كده ننزل نتمشى بالليل. يعني قاعدين كذا يوم كده في الدخلة او نوصل الغرفة.